عن الشمال كلنا سمرحا. إذن فلنبادر. وأن آلفا قد قرأتم قول الله عز وجل: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. إذن فلنختر هذه الآية ولنختر النصف الثاني الذي يعمل الصالحات. لماذا؟ ليترقى في جنات النعيم. هذه غايتنا. نحن نعيش في هذه الدنيا نتلاقى يوما بعد يوم ونشيع الجنائز. قد شيعنا الجنازة اليوم وقد نشيعها غدا وقد نشيعها بعد غد إلى آخره، ثم يحين دورنا. لكن الذي يجب علينا جميعا والذي يجب أن نستعد له هو هذا الموت. فكما بدأت آنفا أن المشمول برحمته وعفوه قد انتقل إلى جوار ربه، وكلنا سننتقل إلى جوار ربنا. السعيد منا والكيس منا من يدنو بنفسه إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل عن غيه في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا لا تدوم لأحد كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد ووالدينا وأجدادنا وأحبابنا وجميع المحسوب والمسوب إلينا ومن له الحق علينا أن يتغمدهم برحمته. فاللهم اغفر لهم وارحمهم، فاللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزولهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم من ماء وثلج وبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة.